سلامات يا كابتن، ايش بك تعبت؟ نشف ريقكم حاكمه صح؟ تتوقع بتتجاوزوا حاكمه؟ جاهزين انتم يعني على كل كذا والله اللياقه ما عندكم شيء صفر ها؟ نتمنى لكم التوفيق. يعطيكم العافية. كابتن هادي ايش رايك في المباراة؟ المباراة يعني في زي ما تقول في ضغط مننا بس خفيف شويه، ما خطر فرقتنا علينا في الدرس الاول بسبب الخطوره علينا من الفاول برضه، احنا في ربطه في الفريق في اخطاء في وسط الملعب، نحاول نتلافاها الجزء الثاني ان شاء الله ونعدلها نكون احسن لاعب. فريقك مشتت ما بان عليه شيء. لا مشتت وهذا الدليل على اني ما جت كوره من وسط الملعب وما ما عندكم صناعه هجمه شيء. صحيح في عندي صانع بس الصانع كيف يصنع كوره وكوره ويشتري؟ لابد محور دائما من داخل يسلم الاطراف ويسلم صانع اللعب عشان الكوره توصل للمرمى عشان يحقق هدف. مستحيل ان انا صانع لعب بدون ما استلم الكوره واسلم، لازم يكون في تسليم واستلام للقلب عشان انا اقدر اوصل للمرمى. القلعه مو سهله، القلعه مو سهله فعلا. بان الشوط الاول كانوا خطيرين الكوره ثابته وجت هجمتين او ثلاث ممكن كوره متحركه كان خطير علينا. توقع خير؟ ان شاء الله بدايه الشوط الثاني نحاول احنا نعدل اوضاعنا ونحاول ان احنا نلعب كره سهله وكره بينيه عشان نقدر نوصل للنقطه. شكرا كابتن هادي يعطيك العافيه. Yeah.
الشباب. كابتن حسام مبروك الفوز. الله يبارك فيك. ايش رايك في مستوى حاكمه رغم الهزيمه؟ الله حاكمه لعبت مرقوبه لعبت لكن حقنا ان شاء الله ان شاء الله نهائي. انتم استغليتم الفوز من هدف واحد يعني فرصه وجت هدف بعدها ما شفنا شيء. ان شاء الله في الكبير عادوا ما طلعش. نتمنى لكم التوفيق والف مبروك. Yeah.